إن سمحتم أو سمحت الوقت بقصيدة متواضعة وأعتذر عن ركاكتها. القصيدة بعنوان ردانة تحتفي بمن هم نجومها. حللت بروض العلم ضيف ردانة فقالت لكم أهلا وسهلا أحبتي. أتيتم لنا سهلا نزلتم بنا أهلا فنعم المضيف والمضاف لدورتي. ردانة تحتفي بمن هم نجومها وأعلامها الكرام من هم في ذروتي. ردانة تحتفي بمن هم نجومها وأعلامها الكرام من هم في ذروتي. وها وجهها الحقيقي يبدو مذكرا بمن قد مضوا هنا ومن خير أسوتي. مؤسسة العلم العتيقة أبدعت وكانت بهذا السبق أروع بصمتي. تؤرخ لأجيال تدعو وتنتقي وتختار للإبحار أمهر فديتي. على السبق والإبداع جنبوا وجملوا بأعتى مدارس فنون العتيقة. فمن قمة البغاز حتى جنوبها ومن شرقنا جاءوا ومن كل جبهة. ومن قدرنا السوسي كانت مدارس على موعد الإمتاع رفعا لنخوتي. أزاحوا النقاب عن مدارس لم تكن لتظهر لولا اللقاء بهمتي. فيا له روعة اللقاء ومن أتى يمتع هذه الجماهير تمتي. فبصمتهم بدت ترافق دربهم تعالت بها الأفواه منذ أولى دورتي. مآثر سوس لا تقاس بغيرها بما قد حباها الله فوق البسيطة. هناك رسوم تذكر اليوم فضلها أو تذكر اليوم فضلها فعادت لنا مجدا قرين قبوتي. وفودا وأعلاما زوارا براعما وطلاب علم من تباروا لحظوتي. وكل بنظرة تحسن وجهه ومعهده العلمي بحثا لنفسي. هناك تنافس أصيل مهذب جليل القدر رفعا لهبطي. بفضل أمير المؤمنين وسعيه تسامت معالم العلوم في دوحتي. وقد رفع الله به الدين فاهتدت معالمه تكسى بأجمل حلتي. وأعطى لتعليم العتيقة مركزا تناط بها الأهداف في كل نقطتي. وأسس عهدا للعتيقة جامعا لعصرمة نحو الفنون الأصيلة ومنفتح على كل العلوم بأسرها لتسعد في الدنيا ويوم الأخيرة. فنسأل مولانا الكريم بفضله ليحفظه لما أولى لنا من عنايتي. ويبقى لنا ذخرا ملاذة لوحدة وحفظا لهذا القدر من شر بلوتي. ويحفظه في نفسه وفي نجده وليا لعهده قرير السرينة. سلام على الحضور كل بوسمه. سلام أخوة وحب وخلة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.